السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ إلى آخر الفصل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن وغلة الدار، يعني المرهونة، وخدمة العبد، وحمل الشاة، وحمل الشاة وغيرها أو غيرها، غلة الدار وخدمة العبد وحمل الشاة على ما ذكر، يعني حمل غيرها، لا يظهر وغير المذكورات، أو غلة الدار وغيرها، أي وغيرها غير المذكور. هذه أمثلة على نماء الرهن. الدار المرهونة مؤجرة، والعبد المرهون يعمل يشتغل بأجرة، وحمل الشاة، الشاة المرهونة حملت، وغيرها أمثلة هذه، وثمر الشجرة المرهونة من الرهن. النماء سواء كان متصلا أو منفصلا يتبع الأصل في كونه رهنا. إذا ولدت الشاة وهي لا تزال مرهونة، هل للراهن أن يقول أعطني الولد، إنما رهنتك الشاة، أو ولدها تبع لها؟ القواعد اللي بالرجب هنا ترى لونها أزرق فوق حدي فوق كذا، في هذا أحسن، هذا ظاهر إنه بدأ أزرق ترى، لا هذا كبير، لا الله ما أدري إيش هذا، ما اللي قبله جد، قبلك شو عبد الله شايل هنا؟ شو اللي قبل؟ إيه هذا هو. ما
يقول رحمه الله: المرهون نماؤه المنفصل كله رهن معه، سواء كان متولدا من عينه كالثمرة والولد، أو من كسبه كالأجرة، أو بدلا عنه كالأرش، وهو داخل معه في عقد الرهن. يعني من باب أولى إذا كان النماء متصلا. يقول رحمه الله: وغلة الدار وخدمة العبد وحمل الشاة وغيرها، يعني من النماء، سواء كان منفصلا ومن باب أولى إذا كان متصلا، يعني لو رهنوا شاة قيمتها 1000 ثم سمنت هذه الشاة صارت تسوى 1005، ما يقول هات الشاة وأجيب لك شاة قيمتها 1000 لأنها سمنت. إذا كان ولدها تبعا لها في الرهن فمن باب أولى نماؤها المتصل. وثمر الشجرة المرهونة من الرهن ومؤونة الرهن على الراهن، مؤونة الرهن على الراهن يعني على صاحب العين، إلا إذا كانت مركوبا أو محلوبا فإنه ينفق عليه وينتفع منه بقدر نفقته على ما تقدم، أما إذا كان غير ذلك فإنه لا ينتفع به ولا يلزمه شيء من مما يحفظه ويبقي عينه ولا يحرزه، كله على الراهن على صاحب العين. ومؤونة الرهن على الراهن وإن كان عبدا فمات فعليه كفنه، كفن العبد على سيده، مات العبد وهو مرهون فالكفن على السيد. قال: وإن كان مما يخزن فعليه كراء مخزنه، وهذا من مؤونته، يعني هذا فرع مما تقدم، مؤونة الرهن على الراهن وعليه كراء المخزن، رهنه 100 كيس رز مثلا، 100 كيس ما تصلح بالشارع، المرتهن يقول: والله ما عندي استعداد يضيق علي، استاجر لهن الراهن مخزن. وإن كان مما يخزن فعليه كراء مخزنه، والرهن إذا تلف، لأنه عرضة لأن يتلف كسائر الأموال، إذا تلف لا يخلو إما أن يكون بتعد أو تفريط من المرتهن أو لا، فإن كان المرتهن متعديا أو مفرطا في حفظ فعليه ضمانه كسائر الأمانات والودائع، وإذا لم يفرط ولم يتعد فهو من ضمان الراهن. قال: والرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن رجع المرتهن بحقه عند محله، كلاهما مصاب، المرتهن ذهبت التوثقة ما يطالب برهن ثاني، تلف الرهن ما يقول المرتهن والله تلف
تلفت العين التي جعلتها عندي ضمانا لحقي فأعطني غيره. ولا الراهن يقول أنت وضعت عندك هذه العين على أساس أنك تستوفي منها دينك وتلفت، يقول والرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن رجع المرتهن بحقه، يعني لا ببدل الرهن، بحقه بدينه عند محله. يقول الله راح الضمان الآن سدد ديني، إذا حل الأجل يستحق الدين. رجع المرتهن بحقه عند محله وكانت المصيبة فيه من راهنه، يعني من نصيب راهنه، هذه العين تلفت بغير تعد ولا تفريط مصيبة، لكن عليه أن يصبر ويتحمل وأجره على الله. والثاني أيضا المرتهن أيضا عرضة لأن يضيع حقه، لأنه ما اتخذ هذا الرهن إلا ليوثق دينه، وما احتيج إلى التوثيقة إلا من خشية أن يضيع الحق، إلا خشية أن يضيع الحق. وكانت المصيبة فيه من راهنه، يعني من نصيب الراهن، مالك العين، مالك الدابة، مالك العبد، مالك الطعام المرتهن. وإن تعدى المرتهن أو لم يحرزه فرط، يعني فرط في حفظه، فإنه يضمن كسائر الودائع والأمانات، يضمن إن في تعدي وتفريط منه. وإن اختلف في القيمة، يعني قيمة الرهن، العين المرهونة تلفت بتعدي من المرتهن أو تفريط، ما أحرزها المرتهن فتلفت، ثم اختلف في قيمتها، يقول الراهن قيمة هذه الدابة أو هذا الطعام قيمته 1000، قال المرتهن لا 500، فمن الذي يقبل قوله ولا بينه لواحد منهما؟ لكن إذا كان السلعة معروفة ويعرفها فلان وفلان ويستطيعون تقويمها بسعرها المحدد، المقصود أنها يعرفها فلان وفلان من الناس بعينها. هنا وجد بينة فيعمل بها، لكن إذا خلت المسألة عن البينة سواء كانت في هذه المسألة أو التي تليها، في الصورة الأولى قول المرتهن مع يمينه، هل يحتاج أن يقال مع يمينه؟ نعم، أو أن القاعدة كل من قبل قوله بلا بينة فلا بد من يمينه؟ نعم، هذه القاعدة. منها مؤونة الحفظ والتخزين. إيه؟ هنا قال إنه إذا لم يحرز ضمن، إذا لم يحرز المرتهن. أي نعم، هل في هذا تضاد؟ مؤونة الرهن على الراهن وإن كان مما يخزن فعليه كراء مخزنه أو لم يحرزه ضمن، كان مما يخزن، افترض أنه قطعة ذهب، نعم، قطعة تعادل 10 جنيهات مثلا من الذهب، رهنه إياه، نقول استأجر مخزن أو تكون بيد المرتهن. لكن لو فرضنا أن مما يخزن فاستأجر له مخزن ثم تلف، استأجر الراهن، استأجر الراهن لأنه بناء على ما عليه منه، وإن كان مما يخزن فعليه كراء مخزنه،
ثم قال إلا إذا استأجر المخزن وأعطى المفتاح المرتهن ثم نسي المرتهن المفتاح على الباب سرق صير فرط ولو كان المستأجر الراهن. هناك صور متصورة في مثل هذا. وإن اختلف في القيمة يعني بعد تلف الرهن فالقول قول المرتهن مع يمينه لأنه غارم لأنه غارم. وإن اختلف في قدر الحق قال والله رهنتك هذه الدابة بمبلغ 1000 ريال قال المرتهن لا أنا رهنتها بمبلغ 2000 أنا استدنت مني 2000 ما هو بألف ولا بينة يقبل قول من الراهن لأنه غارم والغارم منكر. فالقول قول الراهن وإن اختلف في قدر الحق اللي هو أصل الدين العين موجودة لكن اختلف في أصل الدين في قدر الحق فالقول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن لواحد منهما بما قال بينة وإلا إذا وجدت البينة فهي أقوى من اليمين وترجح عليه. والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء حتى يستوفي حقه حيا كان الراهن أو ميتا. لماذا؟ لأن حق المرتهن تعلق بعين المال تعلق بعين المال الذي هو العين المرهونة. ولذا في ترتيب الحقوق المتعلقة بتركة الميت الحقوق 5 قالوا أولها مؤونة التجهيز. ما في أحد إذا راحوا يشترون له كفن من ماله وجابوا لهم غسل ولا أحد يحفر القبر يقول لا أنا أطلبه ذمته اليدين. مؤونة التجهيز مقدم على كل حق بما في ذلك حقوق الله جل وعلا من كفارات وغيرها. مؤونة التجهيز هذا الحق الأول مقدم على غيره. ثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة مثل ما هنا الحقوق اللي فيها رهن اللي فيها رهن مقدم على غيرها. ثم الحقوق المرسلة اللي ما فيها رهن ثم الوصايا ثم المواريث. والحقوق المرسلة تشمل حقوق الخالق وحقوق المخلوق. لكن في آيات النساء تقديم الوصايا على الدين من بعد وصية توصون بها أو دين من بعد وصية يوصى بها أو دين يوصي بها أو دين كلها الوصايا مقدمة على الديون. لماذا أهل العلم يقدمون الديون على الوصايا؟ نعم الذين يطالبون بها والوصايا ما ظن أن تجحد من الورثة ولا أحد يطالب بها صاحبها مات. نعم يجحدون الوصية ولا يبرزونها ويذهب حق الميت فتقديمها من هذه الحيثية. والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء حتى يستوفي حقه حيا كان الراهن أو ميتا. في صور من الرهن يتداولها الناس اليوم بغير اسمه بغير اسم الرهن. وفيه أيضا رهون متداولة بين الناس ويتحايلون عليها ويستعملونها بكثرة. فمثلا رهون الصندوق العقاري، العقاري ما يعطي قرض إلا وقد رهن الأرض، ثم بعد ذلك إذا تم البناء وسكن المقترض
عشر سنوات 15 سنة باع البيت وقال للمشتري تقبل البنك، البيت مرهون يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ المرهون لا يباع. ها المرهون لا يباع، لكن حصل هذا بكثرة ومشى الناس عليه وترتب عليه أيضا مسائل أخرى، بأن مات من في ذمته من باسمه القرض وصدر العفو عنه، فهل يكون من نصيب ورثته أو من نصيب المشتري؟ لهذا إذا أبطلنا العقد، إذا أبطلنا العقد، لكن بعض القضاة يقول الصندوق يعرف هذه التصرفات ويتسامح في شيء منها، وأيضا ترتب عليه آثار بعد 10 سنين، وش بيصير على هذا العقد الذي في الأصل ليس بصحيح لأنه بيع مرهون وما بقي إلا تحريره؟ هذا ماشي بالتسديد المشتري وما بيزيل الشيء اليسير، نقول العقد باطل. ثم إذا حصل العفو من ولي الأمر عن المقترض الميت يكون من نصيب الورثة أو من نصيب المشتري؟ وعلى هذا القرض الوصف المؤثر فيه العفو، الوصف المؤثر فيه الموت أو العين القائمة التي هي الدار؟ بعضهم يصلح بينهم يقول اقتسموا نصف من نصيب الميت ولو ورثته ونصف من نصيب المشتري. وعلى كل حال دائما نقول أن المسألة إذا كانت مقدماتها غير شرعية لا بد أن تكون نتائجها غير شرعية، لأن التلفيق هذا وكل ما يؤدي إلى إشكال ونزاع فالشرع يمنعه، وإن تتابع الناس على العمل به. الناس يزاولون الرهن لكن بغير اسمه، اشترى سيارة من الوكالة أقساط لمدة 4 سنوات مثلا، اشتراها شراء بمعنى أنه إذا انتهى القسط رقم 48 صارت السيارة ملك للمشتري، لكن بدلا من أن يقولون شراء يقولون تأجير لمدة 48 شهر. مقتضى التأجير أن تعود العين لصاحب الوكالة، صاحب السيارة ترجع إليه ما دام تأجير، لكن ما يرون هذا، يرون أنه خلاص يملكها بعد نهاية الأقساط. لكن لماذا يسمونه تأجير؟ لتبقى السيارة باسم صاحب الوكالة رهن. فهل مثل هذا سائغ أو غير سائغ؟ على أنه رهن، وإلا معروف أن التأجير الانتفاع بالمنفعة والعين تعود إلى صاحبها المؤجر، وهم لا يقصدون هذا. حقيقة الأمر أنه بيع أقساط لمدة 48 شهر، 4 سنوات، وإذا تمت الـ4 سنوات خلاص انتهت أقساطها وانتهت قيمتها بالكامل، ثم تحول السيارة باسم المشتري، ويعلنون أنه شراء فيما بعد، ما عندهم مشكلة أنه يصير شراء. لكن لو قيل شراء من أول الأمر أنظمة المرور تمنع أن تبقى الاستمارة باسم البائع، خلاص ما دام اشترى حول الاستمارة باسمه، فهو رهن لكنه باسم الإجارة. فهل مثل هذا التصرف سائغ أو غير سائغ؟ وهل العبرة بالألفاظ أو بالمعاني؟
مصطلحات شرعية تترتب عليها آثارها. هل من في مثل هذه الصورة يقال لا مشاحة في الاصطلاح؟ ها؟ بس العبرة بالمعاني. لكن لو ذهب بك إلى المحكمة ويقول إجارة، هذا إشكال كبير. والعبرة بالمعاني ترى ما هو قول الجمهور، العبرة بالألفاظ، الناس يؤخذون بكلامهم، هذا الأصل. على هذه المسألة الثانية، وهي التي بها يمنع التأجير المنتهي بالتمليك. التأجير المنتهي بالتمليك سبب منعه أن الضمان عائر، المستأجر يقول من ضمان المالك، والمالك يقول أنا بايع من ضمانه، لأنه اشتمل على عقدين، تأجير وبيع. فهذا يقول من ضمان المشتري، وذاك يقول لا، أنا ما أنا أشتري منفع، مستأجر أنا. ولهذا السبب منع من مثل هذا العقد. في صورتنا التي في حقيقتها رهن، بيع ورهن، يحصل هذا الإشكال أيضا. لكن هذا المستأجر وإن اعترف أنه مستأجر واتفق مع البائع على أنه مستأجر، إذا انتهت الأقساط، فيه أجرة عند نهاية العقد تصير ملك للمستأجر؟ ما فيه. وإن سموها أجرة هي في الحقيقة بيع. أيضا مما يرد على مثل هذه العقود أنهم في شروطهم أنه إذا تأخر بالتسديد ترجع السلعة إلى صاحبها وينتهي العقد ويكون ما دفعه في مقابل الاستعمال، في مقابل الاستعمال. أي ما هو بثابت. وفيه ما ينافي مقتضى العقد. إيه، لأنه الموقع السيادة بيده، هذاك محتاج هذا غير محتاج. إنه عبرة بالمعاني، وهذا بحقيقة بيع، وإبقاء الاستمارة باسم المالك الأصلي من باب الرهن بس. لكن أحسن الله إليك، ليس من شروط الرهن أن يكون مقبوض، والآن في يد الراهن. هم يقولون قبض كل شيء بحسبه. بعدين يا شيخ، الآن ينتفع به الراهن ويمكن أن يتلف في يد الراهن، يضيع حق المرتهن. لا، هم عندهم ما دام الاستمارة باسمه ما يقدروا يسوون بشيء. لكن إذا تلفت العين والحق متعلق بالعين، أحسن الله إليك، تنفع الاستمارة، متعلق حقه بالعين يا أحسن الله إليك. أهم شيء بس لا تباع، تبقى العين. تلفت أحسن بحادث. على كل حال أنا لا أصحح مثل هذه الأمور، لكن يبقى أن الآن متداولة ولهم من يفتيهم، يعني موجودة في الأسواق وبكثرة، ويرون هذا راهن ويفتيهم من يفتيهم من 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 ينتسب إلى العلم. ها؟ تصحيح خلاص، سمى بيع وتحول الاستمارة باسم المشتري وانتهى الإشكال. لكن مشكلة أن صاحب الوكالة، صاحب السيارة غير مطمئن وغير مرتاح، السيارة تؤخذ من محله وخلاص، سيارة يمكن ينتقل من بلد إلى بلد ومن مكان ينتهي. لا، مجرد الوعد ما له أثر. بعض هذه الألفاظ مجرد مسميات لا معاني لها، يعني يقولون وعد وهو ملزم عنده. لا، وإذا كان في أدنى إلزام هو وعد ملزم عنده. لا، هذا صار تمليك، ما هو ملزم. الشيخ كان قديم يقول
على كل حال لا، هو فرق بين الصورتين، فرق بين الصورتين، فرق بين أن يقول إذا انتهت الأقساط سوف أبيعها عليك وأنت أحق بها من غيرك، هذا مجرد وعد ما يثبت به شيء. لا، هذا الوعد غير ملزم والتمليك ملزم. يحصل خلاف، يقول أنا ما بعت عليك، هونت، ما تقدر تلزمه وما باع عليك. يعني لو باع عليك بإيجاب وقبول وأنت في مجلس العقد وقال خلاص أنا رجعت عن بيعي، ما تقدر تلزمه شيء، فضلا عن كونه ما في عقد ملزم. المغني فيه باب القرض ولا وجود له في المتن قبل الرهن، قبل الرهن من مع المغني، هذا فيه نسخة بهذا. سوداء الرابع، الرابع إنسانك لقيته، هذا الرابع ما فيه، لا فيه نسخة بهذا واللي بعده. الرابع لا لا مجلدات، ها يقول الشارح رحمه الله تعالى ما لا يوجد في المتن: باب القرض، والقرض نوع من السلف وهو جائز بالسنة والإجماع. أما السنة فروى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع قال: يا رسول الله لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. يعني صار أفضل من الصدقة. الحديث الذي قبله: الصدقة أفضل من القرض مرة بالضعف. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل عنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. رواهما ابن ماجه، وأجمع المسلمون على جواز القرض، لكن المعنى يقتضي ترجيح الصدقة على القرض، لأنها لا بنية الرجوع. وأما القرض وإن كان فيه قضاء حاجة وفي تنفيس على المسلم، لكن يبقى أنه فيه إعادة للمقترض.
قال رحمه الله: فصل. والقرض مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض، لما روينا من الأحاديث ولما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وعن أبي الدرداء أنه قال: لأن أقرض دينارين ثم يردان ثم أقرضهما أحب إلي من أن أتصدق بهما. ولأن فيه تفريجا عن أخيه المسلم وقضاء لحاجته وعونا له، فكان مندوبا إليه كالصدقة عليه وليس بواجب. قال أحمد: لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض، وذلك لأنه من المعروف أسفها صدقة التطوع، وليس بمكروه في حق المقرض. قال أحمد: ليس القرض من المسألة، يعني ليس بمكروه في حق المقترض. هو المقرض هو الظاهر مقترض، لأن المقرض والمقرض تحتاج إلى ضبط، لكن مقترض خلاص مثل الراهن والمرتهن. لسيما أنه قال حق مندوب إليه في حق المقرض مباح للمقترض في أول الأمر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، دليل حديث أبي رافع. لكن إذا اقترض من لحاجة هذا ما فيه إشكال، لكن إذا اقترض تكثر واقترض ليتاجر يأخذ أموال الناس تكثرا ليتاجر بها، من ذلك أن يستدين ويشغل ذمته من أجل أن يتاجر، هذا محل ما ورد فيه النص من الذم. بدليل حديث أبي رافع: ولو كان مكروها كان أبعد الناس منه، ولأنه إنما يأخذه بعوضه فأشبه الشراء بدين في ذمته. قال ابن أبي موسى: لا أحب أن يتحمل بأمانته ما ليس عنده، يعني ما لا يقدر على وفائه. ومن أراد أن يستقرض فليعلم من يسأله القرض بحاله ولا يغره بنفسه، يعني إذا كان موظف يخبره براتبه، لأنه لينظر في أمره، لا يظن أنه سوف يرد القرض متى ما طلب وظرفه لا يمكنه من ذلك فقد يعجز عن تسديده. ولا يغره بنفسه إلا أن يكون الشيء اليسير الذي لا يتعذر رد مثله. قال أحمد: إذا اقترض لغيره ولم يعلمه بحاله لم يعجبني. وقال: ما أحب أن اقترض بجاهه لإخوانه. قال القاضي: يعني إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء لكونه تغريرا بمال المقرض وإضرارا به، أما إذا كان معروف بالوفاء لم يكره لكونه إعانة له وتفريجا لكربته. فاصل. ولا يصح إلا من جائز التصرف، لأنه عقد على المال فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع. وحكمه في الإيجاب والقبول حكم البيع على ما مضى، ويصح بلفظ السلف والقرض لورود الشرع بهما، وبكل لفظ يؤدي معناهما، مثل أن يقول: ملكتك هذا على أن ترد علي بدله، أو توجد قرينة دالة على إرادة القرض، فإن قال ملكتك ولم يذكر البدل ولا وجد ما يدل عليه فهو هبة، فإن اختلف فالقول قول الموهوب له، لأن الظاهر معه، لأن التمليك من غير عوض هبة. فصل. ولا يثبت فيه خيار ما، لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره فأشبه الهبة، والمقترض متى شاء رده فيستغني بذلك عن ثبوت الخيار له، ويثبت الملك بالقرض بالقبض، وهو عقد لازم في حق المقرض جائز في حق المقترض، يعني ليس المقرض أن يرجع والمقترض له أن يرجع ويعيد المال. لا للبيع، لأن في عوض، لما ما في عوض، لا بس نوع من أنواع العقود اللي ما في خيار. بعدين هو عقد إرفاق ما هو عقد معاوضة، ولذلك ما يجري فيه ربا النسيئة.
أحسن الله إليك ليس له الرجوع مطلقا إذا المقرض إذا غر بحالة ثم تبين له من حال خلاف ما أخذ. لا هذا بحق رجوع بحق، وأما رجوع بغير حق كالعودة في الهبة. فلو أراد المقرض الرجوع في عين ماله لم يملك ذلك، وقال الشافعي له ذلك لأن كل ما يملك المطالبة بمثله كل ما يملك أو ملك طيب مثله ملك أخذه كذلك إذا كان موجودا كالمغصوب والعارية، ولنا أنه أزال ملكه بعوض من غير خيار فلم يكن له الرجوع فيه كالمبيع، وفارق المغصوب والعارية فإنه لم يزل ملكه عنهما. فصل: وللمقرض المطالبة ببدله في الحال، في الحال، وللمقرض المطالبة ببدله في الحال لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات فأوجبه حالا كالإتلاف. يعني هل القرض يقبل التأجيل أو لا يقبل التأجيل؟ اللي مشى عليه المؤلف هو قول الأكثر أن القرض لا يقبل التأجيل. ها؟ نعم، ولو قبل التأجيل اشترط على أن يعطيه ألف بألف لمدة سنة صار نسيئة، هذا قول الأكثر. ولذا القروض سواء كانت عقارية أو صناعية أو زراعية أو غيرها متى ما بغى الصندوق المقرض المال له أن يطالب به ولو المحن أجله أجله، لأن القاضي لا يقبل التأجيل وهذا المذهب وعليه الأكثر. والإمام مالك رحمه الله يرى أنه يقبل التأجيل، وعليه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمسلمون على شروطهم. ولو قيل بأنه لا يقبل التأجيل مطلقا لتضرر المقترض. افترض أنه اقترض ألف مئة ألف مثلا واشترى معدة من أجل أن يشتغل بها ثم طالبه المقرض، وش بيسوي؟ إذا قال من يسوم ما تجيب نصف قيمته، أو أقرضه أرض ليشتري بها سكن ثم طالبه بها، لا شك أن في هذا ضرر على المقترض. هذه مسألة مهمة جدا وعملية، يعني لا يؤمن في يوم من الأيام أن يكون في عجز مثلا في صندوق من الصناديق فيطالب المقترضين قبل حلول الآجال. قال رحمه الله: فصل: وللمقرض المطالبة ببدله في الحال لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات فأوجبه حالا كالإتلاف. ولو أقرضه تفاريق ثم طالبه بها جملة فله ذلك لأن الجميع حال، فأشبه ما لو باعه بيوعا حالة ثم طالبه بثمنها جملة، وإن أجل القرض لم يتأجل وكان حالا، وكل دين حل أجله لم يصر مؤجلا بتأجيله. وبهذا قال الحارث العكلي، ينقل قوله وش الحاصل؟ يمكن له قصة في الموضوع يحتاج إلى ذكره، ولا استقلالا كذا ما أظنه ممن له أقوال مشهورة ومعتبرة. شلون نعرف؟ ها؟ لعلنا نراجع ترجمته. نغديها الحين سنة. هنا آلات نطلعه لنا. الحارث العكلي. وبالنسبة العكلي هذا نشوف شو.
والأوزاعي وابن المنذر والشافعي، وقال مالك والليث يتأجل الجميع بالتأجيل لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروط أو عند شروطهم، ولأن المتعاقدين يملكان التصرف في هذا العقد بالإقالة والإمضاء فملكا الزيادة فيه كخيار المجلس. وقال أبو حنيفة في القرض وبدل المتلف كقولنا، وفي ثمن المبيع والأجرة والصداق وعوض الخلع كقولهما، لأن الأجل يقتضي جزءا من العوض والقرض لا يحتمل الزيادة والنقص في عوضه، وبدل المتلف الواجب فيه المثل من غير زيادة ولا نقص، فلذلك لم يتأجل. وبقية الأعواض يجوز الزيادة فيها فجاز تأجيلها، ولنا أن الحق يثبت حالا والتأجيل تبرع منه ووعد، فلا يلزم الوفاء به كما لو أعاره شيئا، وهذا لا يقع عليه اسم الشرط ولو سمي، فالخبر مخصوص بالعارية فليحق أو يلحق، نعم فيلحق به ما اختلف فيه لأنه مثله. على كل حال المقترض إذا أقدم على القرض وقد اتفق مع المقرض على مدة يترتب لا شك أنه يترتب عليه ضرر كبير وبالغ إذا طولب به قبل حلوله، ومثل ما قلنا إذا تورط واشترى بضائع ثم قيل له خلاص حال الدين، هات القرض لا يجوز لا يتأجل، يتضرر ضرر بالغ. هي لكن احيانا هو ما في شك انه تحسن توسع على المقترض، لكن قد يضطر المقرض يحتاج وليس غيره اولى بالانتفاع من ماله منه. ها ايش في ايه إيه، بس الكلام في أقواله تنقل ولا كونه راوي راوي، لكن يبقى أنه ها إيه أحيانا يكون من أوثق الرواة لكن ما تدور أقواله في كتب الفقه، وأحيانا يكون في الرواية فيه ضعف ومع ذلك يدور اسمه كثيرا. أنا ابن أبي ليلى الذي يدور اسمه يمكن في كل صفحة من كتب الفقه من كتب الخلاف، سيء الحفظ، محمد بن عبد الرحمن أبوه عبد الرحمن ثقة من رواة الصحيحين ما يذكر في كتب الفقه. فقيه. فصل: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، يعني القرض الذي يجر النفع. قال ابن منذر: أجمع على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذه الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس بن سعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، ولا فرق في الزيادة في القدر أو في الصفة، مثل أن يقرضه مكسرا ليعطيه صحاحا أو إيش ليعطيه صحاحا أو نقدا عندي بقدا ليعطيه خيرا منه، وإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر وكان لحمله مؤونة لم يجوز.
وإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر وكان لحمله مؤونة لم يجز لأنه زيادة، وإن لم يكن لحمله مؤونة جاز. حكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس والحسن بن علي، وهذه من المسائل اللي فيها كلام كثير وفهمها يصعب، ولها فيها إشارة في آخر الباب، في آخر فصل أو الذي قبله من المغرب يتكلم عليها. هل مثل هذا الآن ما يصنعه بعض الناس يكونون عند بعض الدوائر الحكومية التي فيها يسددون عن الناس، سددون مخالفات وبسايم؟ هذا كالمؤونة التي ذكر الآن إذا كان يترتب عليه، لا لا، يجلس عند الصراف وعنده حساب في البنك وأنت ما عندك حساب، والجهة ما تطلب إلا من هذا البنك، مثل بنك الرياض أكثر المخالفات على بنك الرياض، أنت ما عندك إلا الراجحي، يقول لك أنا بسدد لك بنك الرياض تعطيني 10 20. هذا موجود في الأسواق، ها؟ بس ما له حملة مؤونة ولا شيء، ما في مؤونة. لكن إذا كان يمنع، إذا كان له مؤونة فهذا من باب أولى بالمنع. إيه ما له مؤونة، ها؟ شو؟ طيب سدد عنك، شو مسدد بأي صفة؟ دفع عنك دراهم وخذت عليك زود، كأنه أقرضك وأعطى الجهة وأخذ منك زيادة. عاد أنتم الجوازات عندكم، أنت مستفيد يا أبو عبد الله، وراك الجوازات عندهم. إيه. ما هم مجرد تحويل بس بحساب، وهو واقف على الصراف يحاول يسدد وخلاص. لا، انا يعطيه فلوس، يعطيني نقد انا وانا اسدد له الحساب، ولا صار وقت ثاني اروح اودع الفلوس اللي اعطاه عشان تصير عندي رصيد. على كل حال اذا كان فيها اتعاب وفي اجره لهذه الاتعاب، اجره مثل، ما في اشكال. على كل حال الامر سهل، ما دام أنت صاحب خبرة يا عبد الله. ما أنا بقول إنك تأخذ أنت، لا أنت موظف، ما أنت بأخذ إن شاء الله. قال وإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر وكان لحمله مؤونة لم يجز لأنه زيادة، وإن لم يكن لحمله مؤونة جاز. وحكى ابن المنذر هذا من دون زيادة، زيادة في القرض، وحكى ابن المنذر عن علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين عبد الرحمن بن أسود وأيوب السختياني والثوري وأحمد وإسحاق، وكرهه الحسن البصري وميمون بن أبي شبيب وعبدة بن أبي لبابة ومالك والأوزاعي والشافعي، لأنه قد يكون في ذلك زيادة. وقد نص أحمد على أن من شرط أن يكتب له بها سفتجة أو سفتجة، ها؟ هي ضبطت بالوجه الضم والفتح، لم يجز معناه اشتراط القضاء في بلد آخر. وروي عنه جوازها لكونها مصلحة، مصلحة لهما جميعا. وقال عطاء كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يرى به بأسا. وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن مثل هذا فلم يرى به بأسا، وما لم يرى به بأسا ابن سيرين والنخعي، رواه كله سعيد. ذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد أخرى ليربح خطر الطريق، والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها بل بمشروعيتها.
ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص، فوجب إبقاؤه على الإباحة. وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وسلف، ولأنه شرط عقدا في عقد فلم يجز، كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره، إن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها أو على أن يهدي له هدية أو يعمل له عملا كان أبلغ في التحريم. وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء لم يقبله. شو؟ وإن فعل ذلك من غير شرط، يعني فعل ذلك من غير شرط، المقترض أهدى للمقرض هدية من غير شرط قبل الوفاء لم يقبله، ولم يجوز قبوله إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينه، إلا أن يكون شيئا جرت العادة به بينهما قبل القرض، يعني قبل الوفاء. أما مع الوفاء أو بعد الوفاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، خيركم خيركم قضاء. ما تفعله البنوك أحسن الله إليك مع اللي يسمونهم عملاء التميز يهدون لهم هدايا وغيره؟ جر نافع، جر نافع. شو المسألة الأخيرة؟ يقول: فصل: وإن أقرضه ما لحمله مؤونة ثم طالبه بمثله ببلد آخر لم يلزمه، لأنه لا يلزمه حمله إلى ذلك البلد. وإن أقرضه ما لحمله مؤونة ثم طالبه بمثله ببلد آخر لم يلزمه، لأنه لا يلزمه حمله له إلى ذلك البلد، فإن طالبه بالقيمة لزمه لأنه لا مؤونة لحملها. فإن تبرع المستقرض بدفع المثل وأبى المقرض قبوله فله ذلك، لأن عليه ضررا في قبضه، لأنه ربما احتاج إلى حمله إلى المكان الذي أقرضه فيه، وله المطالبة بقيمة ذلك بالبلد الذي أقرضه فيه، لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه. وإن كان القرض أثمانا أو ما لا مؤونة في حمله وطالبه بها وهما ببلد آخر لزمه دفعه إليه، لأن تسليمه إليه في هذا البلد وغيره واحد. هنا مسألة في الزاد وشرحه وحاشيته متعلقة بهذا، يقول: قال أبو محمد بن مقنع: وإذا أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وإن أقرضه غيرها لم تلزمه، فإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها. قال في المغني: إذا أقرضه أثمانا أو ما لا مؤونة لحمله وطالبه بها وهما ببلد آخر لزمه دفعه، لأن تسليمه إليه في هذا البلد وغيره واحد. وإذا أقرضه ما لحمله مؤونة وطالبه بمثل بلد آخر لم يلزمه، لأنه لا يلزمه حمله إلى ذلك البلد، فإن طالبه بقيمة ذلك في البلد الذي أقرضه فيه لزمه، لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه ولا مؤونة لحمله، انتهى. قلت: أما إذا كان القرض لا مؤونة لحمله كأثمان، فمنهم من قال يلزمه أداؤه في بلد الطلب، وهو ظاهر أبي محمد نص عليه عثمان بن القائد، ومنهم من قال: ننظر، فإن كانت قيمة القرض في بلده مساوية لبلد الطلب أو أزيد منها فنعم يلزمه مثله، لأنه لا ضرر عليه في بذله. أما إذا كانت أنقص فلا يلزمه إلا تلك القيمة، حكاه المرداوي عن شارح المحرر. يقول: ومنهم من قال ننظر، فإن كانت قيمة القرض، لأن مسألة دقيقة، وقال صاحب المتن إن كانت في بلد القرض أنقص، والشارع قال لا الصواب أكثر، والمحشي قال لا الصواب مع الماتن أنقص، وهي تحتاج إلى
دقة في النظر وتأمل من أجل أن يفهم المراد، ولا مو صحيح يعني حد يقول أنقص يقول لا الصواب أكثر، إلا أن في فهمها خفاء، صح ولا لا؟ لأنه يعني هو اللي كاتب الورقة. قال أما إن كانت أنقص فلا يلزمه إلا تلك القيمة، حكاه المرداوي عن شارح حاشة الروض ذا الرابع شوف كتاب القرض هذا أنت اختصاصك هذا كتاب القرض آخر مسألة في الباب الخامس 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 يقول وإذا تأملت تعليل الشيخ أبي محمد آنفا إذ قال لأن تسليمه إليه في هذا البلد وغيره واحد فهمت أن لو كان بينهما فرق لم يلزمه، يعني إن كانت قيمة القرض في بلده أنقص إذ الضرر حاصل، هذا هو الذي يظهر من كلامه والله أعلم، لا كما قال عثمان يلزم بذله سواء كانت قيمته بلد القرض أزيد أو أنقص أو مساوية لقيمته بلد الطلب. يقول الحجاوي وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص، قال البهوتي في الروض صوابه أكثر، قال فيروز لأنه يصير المعنى إذا كانت القيمة ببلد القرض أنقص لم تجب فيها، والأمر بالعكس حكاه العنقري، والذي يظهر والله أعلم عند والعلم عند الله وحده أن الحجاوي سبق قلمه أراد أن يكتب إن كان ببلد القرض فكتب إن لم يكن، وذلك أني وجدته عندما تكلم به غير الحجاوي كما وصفت، بل عند الحجاوي نفسه بغير هذا الكتاب. فمن قاله عبد السلام تيمية في المحرر وابن مفلح في الفروع وصاحب المبدع والمرداوي في الإنصاف وحكاه عنه جماعة كما تقدم، ويجزئ من ذلك إن شاء الله تعالى قول الحجاوي نفسه في الإقناع وإن أقرضه أثمان وغيره فطالبه المقرض ببلدها. ترى اختلاف قول الحجاوي بن الزاد إلى الإقناع سببه زيادة تأمل في المسألة، فكل ما تأملت فيها بان لك شيء ثاني. أنا أذكر مننا نشرح الروض ما أدري من الأخوان اللي حاضرين معنا أخذنا فيها دروس ما هو بدرس، تحاضر شرح الروض وليس من السهولة أن يقول صوابه لا أكثر وإذا يقول صوابه لو كانت واضحة ما قالوا الكلام ذا. قال وإن أقرضه أثمانا فطالبه ببلد آخر لزمته ويجب بما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص، هذا كلام من الزاد، صوابه أكثر يقول الشارح، فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم مثل المثلي لعدم الضرر إذن، ولا يجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر. والمحشي يقول لا ريب أنه سهو من الشارح، فإن الصواب أنقص كما ذكر الماتن. وانت شو رجح أكثر؟ ليس لأنه رجح لكني أجل الرأي والعلم. إيه يعني على كلام على كلام الحجاوي لا لا اقصد الاثبات، يقول ان كان بلد القرض انقص، الحجاوي يقول ان لم تكن بلد القرض انقص، فهنا السهل هل في انقص ولا اكثر؟ يعني جواب الشرط يقول تجب عليه ان لم تكن بلد القرض انقص، تجب عليه القيمه ان لم تكن
طيب وش 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 العلة؟ سبق أراد أن يكتب. لا 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 خلنا على على تصورك أنت، وش السبب في المنع أو الجواز؟ ترى فيها دقة. أنا أذكر في وقتها قبل كم 7 سنوات الظاهر من شرح الروض أو 8، أذكر أن الشيخ بن جبرين رجح كلام الماتن والشيخ بن عثيمين رجح كلام الشارع. كل هذا لدقة المسألة وخفائها. وأنا أشوف إذا تأملتها في وقت بال لي شيء، وإذا عدت النظر، لأن لها آثار، ما هي بمسألة والعلة في المنع أو الجواز فيها خفاء. ما يمكن 3 الآن كل واحد يرد على الثاني والمسألة ظاهرة، ما هي بظاهرة. لا، الشيخ عبد الرحمن يقول لا ريب أن سهو من الشارح، فالصواب أنقص كما ذكر الماتن. بس لو تشوف التعليقات العبوة لما نقل عن عثمان بن جابي في حاجة منها، هذا نفس كلام مصروف، هذا هو كلام مصروف. هي ما ما لا يمنع أن يكون كلامه في هذا الوقت متغير في كلامه في وقتنا، مثل كلام الماتن، مو في الإقناع له رأي وفي الزاد له رأي، من زيادة التأمل ترى. ها؟ هو لابد من تصور المسألة على الواقع، وسبب المنع في كون إذا في صورة سبب المنع إذا كان أنقص، وسبب المنع إذا كان أكثر. أنت بعيد العهد هالسنة هذه ترى، صح؟ قبل شهرين، أنا قبل 10 سنين. تراجع وتبسط يا شيخ محمد إن شاء الله. وأنت الشيخ حسين، وأنت كذلك، كل واحد من واحد بيرد على الثاني، بعد ذا أنقص وذا أكثر. الله المستعان. والعلم ما ينمو إلا بهذه الطريقة يا أخوان، ولو مررت المسائل بدون نظر ما استفدنا. لا لا، ما في السفر يوم الجمعة إن شاء الله. ومن الجميع شوف، لما قرأنا صاحب كلام المغني ما مرت المسألة. أخذ القواعد حطن كلها.